السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك سني ولا شيعي؟ لا شيء. طب اتفضل. لماذا علي بن ابي طالب لم يقدم الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتاب يلزم الجميع علنا، فهم امتنعوا، قام هناك في فوضى، لم يسمح للإمام علي أن يقدم الكتاب ولا للرسول أن يكتب هذا الكتاب. مين اللي لم يسمح؟ لم يسمح الجمع الموجود، مين اللي لم يسمح؟ الجمع الموجود عند الرسول من الصحابة. معلش، يعني هو جمع النبي صلى الله عليه وسلم مأمور من الله عز وجل أن هو يكتب، مأمور، والله مش هيسمع. مأمور النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قال له الله من فوق 7 سماوات: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فلماذا الله عز وجل لم يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الناس، والنبي يكتب الكتاب غصب عن الناس؟ تفضل. هلا لماذا؟ المهم انهم امتنعوا عن الاستماع للنبي. يا باشا انا سالتك سؤال، انت هتسال، انت سالت الان ليش الامام علي، النبي صلى انت الله عليه وسلم مأمور من انت قبل سالت الله ليش، ان انت يبلغ سالت، الرساله، وان لم يبلغها لا فما لا، بلغ الرساله، والله انت عز وجل سؤالك، ضمن له وقال له والله يعصمك من الناس، أي يا محمد بلغ وأنا أعصمك من الناس. طيب انت قلت ليش الامام علي ما كتب؟ رجعنا بقى، الله اكبر، ما يعني كتب ادخل لك سؤالك، في هذا الحته سؤالك. اللي انت رايحها، ترجع لي للحته اللي انا قلت فيها من الاول. خلاص ماشي، نرجع من الاول تاني. لماذا علي بن ابي طالب لم يكتب الكتاب؟ هم امتنعوا هم ان يسمح امتنعوا، لك. الناس دي وحشة امتنعت. لماذا علي بن أبي طالب لم يقدم الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسمع الفوضى التي حصلت، لم تسمح يا لي. أستاذ، حصلت فوضى، حصلت فوضى قبل الفوضى، لماذا علي بن أبي طالب لم يقدم الكتاب؟ ما هو لم، عندما الرسول أراد أن يكتب الكتاب أصبح هناك فوضى وامتنعوا عن يا باشا في معرفة. نص الفوضى ما قال لهمش اسكتوا ليه؟ علي بن أبي طالب خلاص أنا هم هقدم الكتاب رفضوا، للنبي. هم رفضوا، لا يا باشا لم هم يرفض، رفضوا، هو ما قدمش الكتاب ليه؟ منعوه الإمام علي أن ازاي يقدم منعوه؟ الكتاب. ضربوه مثلا؟ لا عطوله على حصل قفاه؟ هنا، لا لا، هو مش بالعافية يعني، هم رفضوا الاجتماع. ما فيش حاجة اسمها رفضوا. لماذا لم يقدم الكتاب؟ هناك دلوقتي لأن في الإمام علي، حديث، الإمام علي قدم اسمعني بس، هناك الرسول. حديث، هناك حديث يقول أن هناك انقسموا إلى قسمين، قسم قال بما قال به عمر، وقسم قال قدموا له كتاب. فلماذا لم يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب؟ هو الإمام علي التزم بكلام النبي عندما قال لا ينبغي عند نبي يا باشا، التنازع. يعني هو التزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا ينبغي عند النبي التنازع، ولم يلتزم إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ائتوني بكتاب؟ ما هو لو التزم كان حصل التنازع، فالإمام علي التزم بكلام هو النبي. علي بتاعكو ده على طول جبان، يعني لا على طول هو ملوش موقف. هي الوصية ليس للإمام علي، هي الوصية للصحابة الموجودين. الوصية؟ طب يعني انا اسال سؤال، انا دلوقتي هم مش عايزين. اسمعني بس لو سمحت، انا دلوقتي انت راجل مدرس في فصل، فقلت يا جماعه طلعوا لي الكتاب، تمام؟ فالمفروض ان التلامذه يعملوا ايه؟ يستمعوا، يطلعوا له الكتاب، صح؟ يدوه كتاب لو انت قلت لهم هاتوا لي كتاب. فدلوقتي في جزء من التلامذه امتنع، لكن الجزء الثاني لم يمتنع. فالجزء الثاني الذي لم يمتنع، لماذا لم يقدم الكتاب بينهم علي بن ابي طالب؟ هو هم امتنعوا، هو الوصية لهم، هم امتنعوا عن الاستماع للنبي. هي الوصية لهم هم؟ نعم، التزم بالصحابة جميعا. ايوه ماشي. طب الوصية دي كانت هتتكتب في حاجة اسمها كتاب، فلماذا لم يقدم الكتاب علي بن ابي طالب، وهو اصلا علي بن ابي طالب الذي يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يصح للإمام علي بذلك. لماذا؟ ما هو لماذا لم يكتب؟ لماذا لم أصلح، يقدم؟ قالوا أنه النبي يهجر وحصن يا كتابه. باشا هم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، لماذا علي بن ابي طالب لم يقدم هو الكتاب؟ اذا علي قال مثل ما هيحصل قالوا. تنازع، هيحصل تنازع وربما يا باشا ما قتال. يحصل تنازع، طز في التنازع، لماذا لم لا، ما يقدم الرسول الكتاب؟ قال لا تتنازع، الرسول قال لا تتنازع عندي. يا باشا خلاص حصل التنازع، لماذا هو لم يفض التنازع ده من البداية وقدم الكتاب؟
ما هو لو ما هم رفضوا الاستماع للرسول يا باشا، هم رفضوا، المجموعة دي رفضت الاستماع، هو يعني بقى من الذين لم يرفضوا على كلامك، هو من الذين لم يرفضوا، لماذا لم يقدم برضو الكتاب؟ سيستعمل معهم السيف يعني ويلزمهم لا أنا مش عايز استعمل معهم السيف، أنا على الأقل كان أقدم للنبي كتاب بس بسيطة. ما هم ما بيسمحوش، مين اللي ما بيسمحش؟ يعني مثلا عمر ضربه مثلا، يعني علي بن أبي طالب ورد في الأحاديث، اسمعني بس اسمعني، يعني علي بن أبي طالب ورد، يعني عمر ورد في الأحاديث إن علي بن أبي طالب جاء يقدم الكتاب فعمر منعه، شده مثلا، رابطه، خلاه الجمل المخشوش. هو النبي للصحابة جميعا وليس لعلي بن أبي طالب فقط يا باشا، هو من ضمن الصحابة اللي كانوا موجودين، ما كل إنسان عنده رأي، هم قالوا لا تعطوه الكتاب. طب بص أنا هقول لك حاجة، بص اسمعني لو سمحت، بص دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب، الكلام هنا ائتوني للجميع، الإمام علي لا مش هيسمع شيء، مش هيسمع، هم عشرات، مش هيسمع، هم عشرات، مش هيسمع، مين هيغلب؟ مش هيسمع دلوقتي، هم 100 يا عم 100، مع ان حجره النبي صلى الله عليه وسلم مش هتاخد 5 6، لنقل 10 يا باشا اسمعني بس، حجره النبي ده، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحجره بتاعته كان بيحب يصلي، كان بيزحزح رجل عائشه عشان يصلي، بقى فيها 100، هم تلاقيهم 5 6 اللي كانوا موجودين، اسمعني بس يا عم اسمعني، هم 5 6 اللي كانوا موجودين، من ضمنهم علي بن ابي طالب وعمر، تمام، انقسموا القسمين، الحديث اللي بيقول كده اللي انتم بتعترض عليه بينا، بيقول قسمين، قسم قال مثلما قال عمر، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، والقسم الاخر قال ايه، قدموا له كتاب. لاحظ معايا بقى النقطه الفارقه هنا، ركز معايا، يبقى قسم مش هيركز معايا، مش هيركز يا ابني، ركز، ادي فرصه لدماغك تفكر. دلوقتي هم انقسموا قسمين، قسم قالوا مثلما قال عمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، والقسم الآخر قال قدموا له كتاب. فهنا علي بن أبي طالب في أحد القسمين، إما القسم الذي قال مثلما قال عمر، إما القسم الآخر الذي قال إيه، قدموا له كتاب. السؤال بقى هنا اللي بيطرح نفسه، كيف علي بن أبي طالب هو من يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فيقول قدموا له كتاب؟ لا، المفروض هو اللي يقدم الكتاب، هو اللي يروح يكتب، هو اللي يروح يكتب. إذن علي بن أبي طالب ليس من الفريق الذي قال قدموا له كتاب، بل أن علي بن أبي طالب من الفريق الذي قال إيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع. شكرا لك، هندور في دائرة مفرغة.